للقرار اللي هو ضد بلادنا وبغى يدخل في القضاء ديالنا وبغى يدخل في الاستقلاليه ديال القرار ديالنا. سؤال كبير اللي هو مطروح. وفي الواقع اسمحوا لي نستعمل الدارجه، راه الواحد تيجي يحاول يفهم تيتسطى، لان تيقولوا تدافعوا على الديمقراطيه. شكون هو البلاد اللي عطاو اللي عرفوا حتى انتقال ديمقراطي كبير؟ بلاد اللي استطاع انه يدير دستور قوي، بلاد اللي جان انه الدستور اللي صوتنا عليه حنا فصوتوا عليه اكثر من 75% 73% ديال المواطنات والمواطنين، وصوتوا بنعم الاغلبيه المطلقه ديال 98% ديال المواطنين. بلاد اللي عرف جوج ديال التناوبات ديمقراطيه في 2011 مؤخرا في 2021، لان بالكم بان السياسه المتبعه ما كانتش هي السياسات الايجابيه، وصوتوا على التغيير وحنا تنديروا التغيير والحمد لله. في المقابل البلدان الاخرى اللي تيدعموها النسبه ديال اللي صوتات على الدستور ديالهم الجديد ما تجاوزاتش 25%، بل اقل من 20%. انتخابات ما بين 20-30% ومؤخرا 11%. واش هذا هو النموذج اللي تيدافع عليه الاتحاد الاوروبي؟ فاطمة يدعموا بلاد ديال الديمقراطيه الحقه، بلاد اللي دار واحد التطور مهم في مجال ديال حقوق الانسان، بلاد اللي دار واحد التطور مهم من خلال اصلاح والمصارحه، بلاد اللي دار واحد التطور مهم كذلك باش زول العقوبه الحبسيه من قانون الصحافه. هذا البلاد هو اللي تيضربوا فيه، في الوقت اللي بلدان اخرى اللي هي تتزول الجمعيات ديال حقوق الانسان، اللي هي تدخل العشرات الناس الحبس لانه قالوا كلمه حق، فهذو لا ندعموه. وبالتالي انا بغيت نقول لكم اليوم كوطنيين وكوطنيات بان الحقيقه ديال الامر، الحقيقه ديال الامر وهو انه ما تقبلوش ان بلادنا فض جريره الملك تكون قوه صاعده اقليميه، ما تقبلوش ان بلادنا تقول لا احنا ما عندنا علاقه مع فرنسا، احنا عندنا استقلال القرار ديالنا وتنقرروا بنفسنا حسب التصورات ديالنا والمصالح ديال بلادنا. احنا عندنا شراكات مع كل الدول، احنا مزيانين مع فرنسا، مزيانين مع اسبانيا، مزيانين مع الولايات المتحده، مزيانين مع الصين، مزيانين مع الهند، مزيانين مع روسيا، مزيانين مع كل القوى العظمى، ولكن حاجه واحده حنا نقولوا لا لتضر المصالح ديالنا، وبالتالي ما يمكنش نقبلوا اي واحد يضر المصالح ديالنا. وثالثا علاش هادشي؟ لان الحمد لله القضيه الوطنيه ديالنا الكبرى، القضيه ديال الوحده الترابيه، راهي الحمد لله بدات تتحسن. اليوم يمكن نقول لكم بان الولايات المتحده اعترفت بمغربيه الصحراء، اليوم يمكن نقول لكم بان اسبانيا اللي كانت محتله الصحراء حتى هي مع الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه، اليوم يمكن نقول لكم بان العدد 12 دوله اوروبيه معنا، الدول العربيه ديال دول الخليج كلها معنا، الدول الافريقيه الثلثين ديال معنا، دول اسيا كذلك معنا، لانه تيشوفوا بان الحمد لله حنا ماشيين في طريق ديال الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه، وبان الاتحاد الاوروبي، وانا نقول لكم بلدان اخرى ان شاء الله غتمشي في نفس الاتجاه، واننا غنطبقوا ان شاء الله الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه، فهما بغاو يوقفوا العرقله ديال هاد الديناميه اللي تتعرف القضيه ديالنا الوطنيه على الصعيد الدبلوماسي. هذا علاش تيديروا هادشي؟ هذا علاش باغيين يضغطوا علينا باش يوقفوا هاد الديناميه؟ فاحنا غنقولوا لكم ونقولوا لهاد الناس اللي ما بغاوش يفهموا بان ما كاين حل الا الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه، والصحراء ستظل مغربيه كيفما كانت. بل اكثر من ذلك، بل اكثر من ذلك، وهنا بغيت نقول لكم بخصوص هذا الامر بانه اليوم
وحنا والحمد لله واخدين الطريق الصحيح. حنا والحمد لله فوق جلالة الملك، فحنا تنبغينا ندافعوا كذلك على الدول الإفريقية، باش هاد الدول الإفريقية كذلك تعرف التنمية الحقة، باش ان الدول الإفريقية كذلك انها تخرج من الوصاية ديال بعض البلدان، باش انه نقولوا كذلك بانه فضل الدول العربية، فضل الدول الإفريقية، فضل الدول الشركاء ديالنا، المغرب ان شاء الله غيلعب واحد الدور محوري باش يعرفوا عن الإقلاع الحقيقي، وبلادنا ان شاء الله غتستافد من كل هاد الاستثمارات، من كل هاد الخيرات، وغنكون ان شاء الله والإقليم العرايس كذلك غيكون من أكبر المستفيدين ان شاء الله في هاد التنمية اللي حنا ماشيين فيها. أنا بغيت نقول لكم في الواقع، لأن هادشي كله وباش ان شاء الله بلادنا تبقى دائما فوق الفوق، وانتم شفتوا الحمد لله كيفاش الفريق الوطني ديالنا فارفع الراية ديال المغرب عالية بالنية زين 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 إلى الأمام، فاحنا بلادنا إن شاء الله راه ماشية في نفس الاتجاه، وباش يمكننا إن شاء الله نحققوا ذلك، باش في الواقع يمكننا نحققوا ذلك ضروري نقويو الجبهة الداخلية ديالنا، ضروري نزيدو نقويو المناعة ديالنا، ضروري نزيدو نقويو كذلك القدرة ديالنا التنافسية، ضروري نزيدو نقويو القدرة ديالنا كذلك ديال الصمود أمام الأزمات اللي تتعرفوها، أزمة ديال كورونا والحمد لله تجاوزناها، أزمة ديال ارتفاع الأسعار الدولية نتيجة ديال الحرب الأوكرانية راه حنا غنتجاوزوها شيئا فشيئا، ولكن المهم فهادشي كله، المهم فهادشي كله وهو أننا نكونوا كلنا مقتنعون بأن اليوم إن شاء الله خدينا الطريق الصحيح، وبأن بعد ما بنينا تجهيزات تحتية اليوم غنأكدوا على أن المواطنة والمواطن الشاب والشابة كل مواطنة الناس الكبار والناس الصغار كلهم أطفال ديالنا أنهم كلهم يكون ياخذوا حق، يكون عندهم الحق في التنمية الحقيقية في بلادنا. وهنا ضروري نتكلم على واحد المشروع كبير، هذا المشروع الكبير هو اللي تلقوا جلالة الملك ديال تعميم الحماية الاجتماعية. هذا المشروع أنا سمحوا لي نفسرو لكم بسرعة، كانت عندي فرصة نتلاقى مع العديد من الأخوات والإخوة اللي كانوا تيجيو عندنا هنا وتيقولوا لنا مزيان أنا عندي بطاقة الرميد ولكن شحال تصلح لي هذه بطاقة الرميد بالنسبة للتغطية الصحية. حنا تنجيو نطلبو شحال هنا جاو تيقولوا لي تنبغيو ناخذوا موعد في المستشفى تيخصنا ست شهور باش ناخذوا هذاك الموعد، وبالتالي هذه البطاقة علاش غتصلح؟ شحال اللي كانوا هنا تيجيو تيقولوا لنا الأخوات والإخوة في القصر الكبير في العرايس وخصوصا في الجامعة القروية تيقولوا لنا وحنا أنا تاجر، أنا خياطة، أنا تنشتغل في مجال فلاحي، أنا فلاح، ما عنديش الحق حتى أنا تكون عندي تغطية صحية؟ هذا سؤال كبير اللي كان مطروح، واليوم يمكن نقول لكم فضل جلالة الملك والمجهود اللي بدلنا خلال هذه السنة في سنة وحدة، اليوم كل الناس اللي كان عندهم الرميد كلهم دازوا عندهم ضمان اجتماعي، أي عندهم بحال اللي هو الناس اللي تخدموا في القطاع الخاص. الصندوق الضمان الاجتماعي شنو هو؟ باش نفسر لكم بأن اليوم الإنصاف اللي دافعنا عليه راه بدينا نطبقوا على أرض الواقع، أي أن هذاك اللي هو موظف أو هذاك اللي هو عامل ولا خدام اللي عنده ضمان اجتماعي فهو بحال هذاك الفقير اللي عنده كذلك ضمان اجتماعي، اي انه تيمكن له اولا يمشي للمستشفى العمومي وما يخلصش، واذا ما لقاش بلاصه في المستشفى العمومي تيمكن له يمشي للقطاع الخاص ويخلص من بعد الضمان الاجتماعي يردوا الفلوس. ثانيا انه قبل كان اصحاب الرميد عندهم واحد السله ديال العلاجات قليله، دابا اي مرض اللي عنده مشكل عيني اللي عنده مشكل سنان اللي عنده امراض اخرى فاليوم غيمكنو يداوى فضل صندوق الضمان الاجتماعي. اليوم عندنا يمكن نقول لكم عندنا 11 مليون ديال المغاربه اليوم كلهم
وهذا واحد التطور مهم اللي وقع. واكثر من ذلك هذاك الفلاح الصغير اللي هو عايش في العوامره، هذاك الفلاح الصغير اليوم عنده الحق كذلك في الضمان الاجتماعي، هذاك التاجر كذلك، لاننا في القصر الكبير حتى هو عنده الحق في الضمان الاجتماعي. هذيك الخياطه، هذاك العامل، هذ كل الاخوان كلهم اللي ما كانش عندهم الحق، الثلثين ديال المغاربه 40% ديال المغاربه ما كانش عندهم الحق في الضمان الاجتماعي.